هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في ظل الهجمة الإعلامية الشرسة على بلادنا بلاد التوحيد والسنة من قبل وسائل إعلام مغرضة بشتى أصنافها، ومع سهولة وصول هذا النضح الإعلامي إلى عامة الناس، فما هو دور طالب العلم بشكل عام ومنسوب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنها حاملة لواء العلم والمعرفة المنطلق من الكتاب والسنة، في رد عادية الأعداء عن بلادنا ودعوتنا وولاة أمرنا وعلمائنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك فيما ذكرتم معاليكم أنه حاصل وواقع، ولا يستغرب هذا، فأهل الباطل في كل زمان ومكان يرغون ويزبدون لدحض الحق ومحو الحق وكتمان صوت الدعوة إلى الله عز وجل. هذا حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة الرسول قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا معلم مجنون، وقالوا وقالوا كما ذكر الله عنهم، ولكن ما ضره هذا ولا ضر دعوته، بل انعكس هذا عليهم هم والحمد لله. وهذه سنة الله في خلقه، يبتلي أهل الحق بأهل الباطل ثم ينصر أهل الحق إذا ثبتوا واستمروا، ينصرهم الله ويؤيدهم، وتكون العاقبة الحميدة لهم عاجلا وآجلا. فأما الزبد فيذهب جفاء، يطير ما له قيمة. وأما ما ينفع الناس يعني الحق فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فأنتم والحمد لله وضعتم أنفسكم جنودا لهذا الحق ومدافعين عنه ودعاة إليه، فتحصنوا بالعلم النافع الذي تردون به شبهات هؤلاء الأعداء جند إبليس، تردون شبهاتهم. هم لا شك يزوقون الأقوال ويزوقون التهم للمسلمين ويحرضون على المسلمين، ولكن هل أطفأوا نور الحق؟ أبدا، بل نور الحق يزيده ضياء وتألقا، لكن إذا قام به أهله الحق لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بحملته الذين يحملونه ويبلغونه للناس ويصبرون على ما ينالهم، يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.